قطفها بقذيفه مارتينيلي في الدقيقه 86. اوه 86 يا رب. انا مش عارف، انا مش عارف الدقيقه دي عامله لي ايه. 86 دي عامله لي ايه في حياتي؟ قمه الاسبوع الثامن من الدوري الانجليزي، البريمير ليج يشهد مباراه ناريه في الاسبوع الثامن ما بين مانشستر سيتي وارسنال، القطبي اللي بيتنافسوا على الدوري الموسم اللي فات والموسم ده كمان، وانضم ليهم الموسم ده توتنهام وكمان ليفربول، وكمان ان الموسم ده مولع، والنهارده مباراه كلاسيكو عاليه جدا 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 ما بين مانشستر سيتي وارسنال. ولكن هل تكون مباراة كلاسيكو عالي جدا؟ ممكن نلاقي الاثنين مدربين بيتراجعوا لورا والاثنين يكونوا خايفين من بعض النهارده. ده اللي هنشوفه مع بعض في مباراة ارسنال ومانشستر سيتي الاسبوع الثامن من الدوري الانجليزي. هل يخطفها ارسنال ولا احنا كالعاده نكسبها امام ارسنال وناخد الثلاث نقاط ونتصدر البريمير ليج؟ ده اللي هنشوفه النهارده في مباراة ارسنال ومانشستر سيتي. معاكم رد فعل ناري جبار من مانشستراوي على مباراة ارسنال ومانشستر سيتي الاسبوع الثامن من الدوري الانجليزي. خلينا نبدا الرد فعل مع بعض، ولكن قبل ما نبدا خليك ملعب دايما معانا في لايك في سبسكرايب القناة، ويلا بينا على مباراة أرسنال ومانشستر سيتي. على بركة الله أرتيتا يسلم على جوارديولا، ضربة ركنية، فودي بيلعب كورة خطيرة، هوب هوب يا رب من على خط المرمى، مين طلعها؟ الفرصة الأولى بالدية بترجع لسه مكملة، أوه كانجي يا رب، كيف ضاعت هذه؟ ضاعت ازاي دي؟ الاولى طلعها من على خط المرمى، الثانيه وصلت لاكانجي، ضيعها اكانجي يا رب على الكوره والهجمه. يا كانجي بتعمل ايه يا اخي؟ دي كلها شوطه، دي كلها شوطه يا راجل، ايه اللي انت عملته ده؟ ايه اللي انت سويته ده يا كانجي؟ لا 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 لا، هدف اول بيضيع لمانشستر سيتي، وبداناها سخنه وبداناها من البدايه ضغط، واول ضربه ركنيه في الدقيقه الثالثه، ولكن كان ممكن يجي منها هدف عن طريقها كورتين، ولكن ما جاتش. يلا نكمل المباراه مع بعض. كرة وصلت رايا، ضغط الفارس، ضغط الفارس يا الفارس يا الفارس، ضغط داخل على رايا ولكن بتخرج بره. يا رب على الحظ، سوء حظ بيواجهنا في اول 16 دقيقه، اول كورتين واول هدفين محققين بيضيعوا من لاعبي مانشستر سيتي. ولكن نستكمل المباراه لان شكلها مباراه ناريه، وشكلنا هنعمل نتيجه حلوه قدام مانشستر قدام ارسنال، وشكل مانشستر سيتي هتكسب النهارده. ويا رب يا رب يا جوارديولا يا رب، احنا خسرنا الماتش اللي فات، ما ينفعش نخسر النهارده كمان. دقيقة 25 توصل عند ارسنال، توصل نيكيتي نيكيتي نيكيتي، يسر يا رب يسر يا رب، خد لبره وتسديده يا رب نيكيتيا، واول هجمه محققه لارسنال في الدقيقه 25، ولكن بجوار القائم عدت بسلام. طيب احنا هنفضل قاعدين كده ولا ايه يا جدعان؟ ما فيش كوره تاني، وما يعني هم فرحتونا في اول الماتش وخلاص ولا ايه؟ احنا وصلنا للدقيقه 40 ومفيش كوره خطره، مفيش حاجه حتى نملع يعني، واحنا قاعدين انا قاعد كده طول الماتش او كده او كده، انا مش لاقي حاجه، هو الماتش مقفل يعني. وبعد الدقيقه 25 بعد كره نيكيتيا الماتش يعني، الفريقين بداوا ان هم يهدوا الريتم، والفريقين بيلعبوا ان هم تحسوا ماتش ملاكمه، ماتش مش عارف برضه مش عارف. خلينا نكمل الماتش ونشوف ايه اللي هيحصل. يا الفارس ده انت وحش قوي يا الفارس النهارده، فيه يا جدع؟ فيه يا عم؟ هالاند مش باين ولا اي حاجه باينه من هجوم مانشستر سيتي، فيه يا جدعان؟ ولا هالاند ولا الفارس، يعني الفارس النهارده سيء للغايه، سيء للغايه بمعنى الكلمه. طيب عزيزي المشاهد، بيخلص الشوط الاول بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، صفر هنا وصفر هنا، والفريقين مش عاملين شوط افضل حاجه، والفريقين ارسنال راح مره والسيتي راح مرتين، وخلصت الحكايه على كده في الشوط الاول. شوط اول يعني ضئيل الهجمات، شوط اول ما فيهوش هجمات، شوط اول ما فيهوش حاجه خطيره جدا نستبشر ان هي هدف، ولكن الاقرب من ان هو يجيب هدف والاخطر لما بيوصل هو مانشستر سيتي. هتخلص عليه المباراه وهتدينا نتيجه ايه؟ ده اللي هنشوفه الشوط الثاني. ولكن شوط اول ما بين الفرقتين في حذر كبير جدا من الاثنين مدربين، وفي حذر كبير جدا من الفرقتين، وخط الدفاع هنا وخط الدفاع هنا مصحصح جامد جدا، والفرقتين مقفلين صحي جدا، ولكن هجوميا الفرقتين مش افضل حاجه النهارده. فعشان كده خلينا نروح الشوط الثاني ورد فعل على مباراه ارسنال مانشستر سيتي الشوط الثاني. بس قبل ما نروح الشوط الثاني خليك ملعب دايما معانا فتحي لايك في سبسكرايب في القناه، ويلا بينا على الشوط الثاني. طيب بدايه الشوط الثاني، ويا رب نشوف كوره، مش نشوف الشوط الاولاني تاني يعني، مش عايزين نشوف الشوط الاولاني تاني. طيب الاثنين مدربين نازلين من غير تغييرات من غير اي حاجه، وربنا كده يدينا كوره حلوه نتفرج عليها في الشوط الثاني. 45 دقيقه الاخيره في المباراه، ويا رب يا رب يا رب، انا عايز بقول يا رب. طيب انا عايز اقول لك عزيزي المشاهد عزيزي المتابع، ان احنا دلوقتي وصلنا للدقيقه 70 ومفيش اي حاجه، او مفيش اي حاجه جديده، مفيش، هو تبديلات ومفيش اي حاجه تاني، والفاريز زي الزفت وخرج وخلاص، وهالاند موجود
زفت. المباراة لحد دلوقتي وحشة قوي قوي قوي، ولكن احذر احذر يا جوارديولا، احذر من ارسنال. قلبي حاسس انهم ممكن يخطفوها يعني، وربنا يستر. احنا الهجمات بتاعه السيتي اقرب، احنا اقرب، ولكن ما بن يعني ما فيش فعاليه كبيره، ما فيش هجوم شرس، ما فيش. خايفين والفرقتين خايفين، والاثنين مضربين خايفين، وده اللي مكملين بيه الشوط الثاني لحد الدقيقه 70 اهو، دي بقت 72 ولسه ما زالت النتيجه 0-0، ومفيش اي حاجه يعني تذكر في الشوط الثاني غير ان هي حبه هنا وحبه هناك. الاستحواذ حتى تلاقيه 50-50 او 45-50 45-55، فالكل حاجه محظوره، والفرقتين حذرين بشكل كبير جدا في المباراه حتى الان. فو 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 يا بالراحة يا كان جيستر يا سطور وتسديد. اوه اوه دي 86 مارتينيلي يا رب. فعلها الارسنال وسجل هدف، فعلها مارتينيلي وسجل هدف. قلت لك احذر يا عم جوارديولا، قلت لك يا عم جوارديولا احذر، قلت لك اتزفت احذر، قلت لك هما ممكن يخطفوا في اخر دقيقه وهخطفوا. من حقك يا ارتيتا تفرح الفرحه دي، من حقك يا رجاله والله. ارتيتا ادار المباراه بشكل رائع جدا، ارتيتا ادار المباراه بشكل رائع جدا جدا جدا. 1-0 ارسنال دقيقه 86، وارسنال يسجل هدف غالي في مباراه ادارها ارتيتا بشكل عالي. نكمل ونشوف، يمكن اخر اربع دقايق يمكن، بس بالمستوى ما فيش يمكن. مش قلت لك ما فيش يمكن؟ مش قلت لك مفيش؟ مش قلت لك احنا مش حلوين؟ مش قلت لك احنا مش حلوين؟ خطفها التلميذ، خطفها التلميذ، كسبها التلميذ، خطفها بقذيفه مارتينيلي في الدقيقه 86. اوه 86 يا رب. انا مش عارف، انا مش عارف الدقيقه دي عامله لي ايه؟ 86 دي عامله لي ايه في حياتي؟ اهي 86 خسرتني نهائي القرن، وبتخسرني النهارده، احتمال تخسرني الدوري. هزيمه مانشستر سيتي من ارسنال بهدف مقابل لا شيء، سجلها مارتينيلي ولعبها بشكل رائع جدا ارتيتا. ارتيتا اللي لعبها بكل يعني بكل ايه؟ هقول لك بكل ايه؟ هقول لك بكل يعني بكل اتزان، بكل ذكاء، بكل دهاء، بكل ما يمكنك ان تصف به لعب ارتيتا النهارده. يعني ارتيتا النهارده عمل مباراه جباره، عمل مباراه تكتيكيا رائعه جدا. قال لك انا مش هجير السيتي، قال لك انا هخوف السيتي، او مش هخوف بقى، هو احنا نازلين قلقانين، لعبنا اول 25 دقيقه ماشي ماسكين كوره وبنهاجم وبنوصل بالروح، ولكن بعد كده مفيش اي حاجه تاني. مانشستر وصلناش تاني، ما رحناش تاني، في حذر كبير جدا من جوارديولا واللاعبين، وكمان كان في حذر من ارتيتا ولاعبيه، ولكن ارتيتا لعبها بذكاء، ارتيتا قدرها بشكل رائع جدا، وقدر ان هو يخطف المباراه من مدرسه. منذ فترة طويلة لن أرى أرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري، وهكذا بالفعل فعلها أرتيتا وجنوده، فعلها مارتينيلي في الدقيقة 86، الدقيقة الملعونة بالنسبة لي أنا كزملكاوي. الدقيقة 86 بتحسم ماتش، بتحسم ماتش. يا رب أنا مش عارف أسيب المحلي، أروح الأوروبي، أسيب هنا، أروح هنا، ألاقي النكد ورايا، أنا مش عارف أعمل إيه في حياتي، أنا مش عارف. أرسنال بيكسب وأرسنال بيتربع الصدارة، ولكن ممكن تلاقي توتنهام هو اللي على الصدارة بفارق الأهداف، ولكن ارسنال بيخطف فوز غالي جدا وثمين جدا، وتاني خساره لمانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، والخسارتين متتاليتين، الخسارتين متتاليتين، رايح التوقف الدوري وانت عندك خسارتين وخسرانهم ورا بعض، رايح التوقف الدوري بنتائج سيئه وبداء سيء، رايح التوقف الدولي، ولكن ربنا يستر، ربنا يستر. ولكن احذروا العودة، ممكن نعود عودة قبارة وقاتلة بعد التوقف الدولي، نراها ان شاء الله في البريمير ليج ودوري الابطال، نراها في كل شيء من جوارديولا ولاعبيه. ننتظر الرجال ان يعودوا مرة اخرى، ولكن شابوه 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 الارتيتا، شابوه اللاعبي ارسنال اللي كسبوا مباراة النهاردة باداء رائع جدا وباداء عالي جدا جدا جدا، تكتيكيا وفنيا، ويعني كل حاجة عملوها النهاردة ارسنال في ارض الملعب، يستحقوا الفوز، يستحقوا المكسب. انتهى رد فعل بتاعنا النهارده. انا كان نفسي افرح، كان نفسي، بس الحمد لله عدت على خير وكسبوا 1-0 يا جدع. خير ايه بس؟ المفروض نكسب يا جدع. بص انا مش مصدق نفسي فارسنال كسب النهارده. خليك في الملعب ده معانا، فرق لايك وفيديو سبسكرايب في القناه. دمتم في امان الله.